السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أحمد هشام من قناتي العمل الخدع. عامل لكم تلات خدع، أفضل تلات خدع لسنة 2021. وقبل ما نبتدي في تفاصيل التلات خدع، يا ريت تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلوكم كل جديد، عشان إن شاء الله هعمل فيديوهات جديدة مستمرة إن شاء الله. ويا ريت تدعموني وتقولوا لي في الكومنتات إيه رأيكم في تلات خدع، ويلا بينا. أول خدع أنا كتبت توقع هنا، تمام؟ هفتح الكوتشينة، تمام. دي كوتشينة مختلفة، أرقام مختلفة، تمام. اختار منها 21 ورقة، 1 2 3 مختلفين جدا بعد، مش لازم أكون أنا عارفهم كده. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. ارقام مختلفة جدا. بقية الكوتشينة مش محتاجينها، هنحتاج 21 ورقة عشان نعمل معاكم خدها، تمام. دلوقتي عادي افنط اي كوتشينة، ومثلا تختار اي ورق، تمام كده. مثلا اي ورقه فين، مثلا دي، بس اللي قصادي المفروض اللي هيبقى قصادي، فانا هعمل ثلاث مجموعات. هيقول لي في انهي مجموعه، يا في المجموعه دي او دي او دي، الثلاث مجموعات اللي انا هعملهم دلوقتي في الكوتشين. بس انا دلوقتي ما فيش حد قصادي، فلازم حد يبقى قصادي يقول لي انهي مجموعه، فانا لازم انا هشوفها، ترى اشوفها عشان اقرر في انهي مجموعه. الكينج الكارو، تمام. حطه في نص الكوتشين عادي وفنط. تمام، واعمل في ثلاث مجموعات، وهو هيقول لي في انهي مجموعه، بس مش هيقول لي انهي ورقه، بس بعد ما اخلص هيقول لي في انهي مجموعه، هيقول لي في المجموعه دي، تمام. ماشي، اقول له قول تاني. يقول لي في المجموعة دي، اقول له تمام مفيش مشكلة. اخر مرة، هيقول لي في المجموعة دي، اقول له خلاص. انا كده عرفت ورق، هقول له دلوقتي توقعي هيبقى الورقة رقم 11، تمام. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 طلعت العشرة سوري الكينج الكارو دي. خدها بتتعمل كده، دلوقتي هشرح خدها ازاي بتتعمل. دلوقتي هي مش لازم يكون اي كارت انت بتبقى عارفه، ولا قصة الخدعة في ان انت حافظ الكارت، لا. انت تاخد اي 21 ورقة، اي رقم، مثلا ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. 21 كارت اهو، تمام. مش لازم تكون حافظهم، عشان مستحيل ان انت تبقى حافظهم، تمام. فانت اللي قصادك بيختار اي كارت. هي القصه في خدعه كده، انت بتتوقع الرقم 11، تمام. هو بيختار مثلا كارت رقم 6 هارت، تمام. هيحطه في اي حته، قول له فنط، ده مش قصتنا ولا اي حاجه، مثلا اهو كده، تمام. يفنط براحته ويديك الورق، تمام. انت هتقول له قول لي في انهي مجموعه بعد ما تخلص، اهو اهو اهو. 6 هارت هنا، ماشي، بس احنا ما نعرفش الرقم فين،
فاحنا بعد ما بنخلص هنقول له ورقتك في انهي مجموعه، هيقول دي. فانت بتخلي المجموعه دي في النص، في نص المجموعه، ما بين المجموعه دي والمجموعه دي، او ما بين المجموعه دي والمجموعه دي، ما فيش اي مشكله. بتاخد المجموعه اللي بيبقى فيها الست هارت دي تحطها في النص، بس طبعا ما بتبينش ان انت قصدك تحطها في النص، بتلم عادي الكوتشينه بس ايه، تلم دي وبعد كده بعديها الثانيه اللي هي فيها ورقته، بتعملها كمان مره. ورقته اهي ماشي في المجموعه اللي في النص، هقول له في انهي مجموعه، يقول لي اللي في النص، اقول له تمام، اقول له اخر مره. هي بتتعمل 3 مرات. في الرقم شمع هنا في النص تمام، فباخد المجموعه بحطها برضو في النص، تعملها 3 مرات، والرابعه بتقول له انا عرفت ورقتك رقم كام. تقول له مثلا ورقتك هتطلع رقم 11 تمام، فبتعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 اللي هي دي، هتطلع ورقته 6 هارت. فهو طبعا بيتفاجئ وتنبهر، ودي هي بتتعمل كده. ورب تكونوا فهمتوا، ولو في حاجه انتوا ما فهمتوهاش يا ريت تقولوا لي في الكومنتات. خش على الخدعه التانيه.